السلام عليكم ورحمة الله. هذا الميزان فيه مشكلتين. أول مشكلة هي البطارية عاطلة بدلتها. المشكلة الثانية هذول السويتشات، المفاتيح، الكبسات. نشغل نشوف. صفر ضغط، واحد بصعوبة، اثنين ثلاث بصعوبة، أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. يعني واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة، خمسة ستة سبعة تسعة ثمانية شغالات فقط. هذا كله بده تبديل. يعني من هون وهاي وهاي الكبسي وهاي 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 وهاي، هذا كله عاطل. واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. نشوف اللي عندنا. هذول ثمان مفاتيح بدل هذول العطلات، راح استبدلن ومنكمل. مننظف مكانهن بقى. طبعا انا عملت تنظيف المفاتيح، ما فات شيء التنظيف. خلينا نلحمين، أفضل ما كل ما نلحم واحد يقع الثاني. نعمل لحم الباقيات لباقي الأرجل.
هلق هون الصفر واحد اثنين هاي هون صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. هلق هيك صفة جاهز. طبعا أنا نظفت هذول، حاولت نظف هذول المفاتيح لكن ما كان في فائدة، مرة بيشتغلوا مرة ما بيشتغلوا. هيك وخلصنا إن شاء الله تعالى.